السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وفاء من ديليس باي وفاء. نتمنى تكونوا بألف ألف خير وبصحة وسلامة والعافية يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم هاد سباكيتي اللي كتجي لديدة بزاف، كما تعودتوا عليا نشارك معكم القليل والكثير. المهم هاد سباكيتي درتها للعشاء وقلت علاش ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي بما انها كتجي لديدة بزاف. غادي ندوز باش نعطيكم المقادير على بركة الله. خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوني شنو درت فيها والطريقه ديالها، وشكرا على تتبعكم وعلى دعمكم دائما. غادي نبداو على بركه الله في المقادير، ومن بعد غادي ندوزو للطريقه كامله ان شاء الله. اول شيء عندي جوج بروات، خديتهم غسلتهم وقطعتهم ماشي رقيق، غير قطعتهم غير دواور. وعندي جوج ريوس ديال الثومه، واحد معلقه ديال الزبده، واحد جوج معالق ديال الربيع قزبر ومعدنوس. هادو هما اللي غادي نبدا بهم الاولين، بعد غندير الزبده كتذوب وندير ديك البصله والربيع ودوك الراس ديال الثومه. غادي ندوز نعطيكم المقادير كامله، هي بخي عاد ندوزو للطريقه. يعني ربعه ديال الدجاج، 200 غرام ديال شامبينيون، جوج خزوات محكوكين، نص كيلو ديال البروكولي، صوص طوماط هذيك سوليس اللي كتباع. المهم انا خديت النص ديال هذيك الباكيه، وخديت غرف ديال لا كريم فريش، يعني داك اللي كيدير 200 غرام هو القياس اللي غادي ديرو، قياس كاس تقريبا. المهم انا عندي هذيك كان باقي فيها، داكشي علاش خدمت بها هي. ونص كيلو ديال سباكيتي، والفخوماج اللي غادي نحتاجو في الاخير، وملحه والابزار. صافي هادشي اللي كاين عندي في المقادير. غادي ندوزو الطريقه على بركه الله. اول شيء غادي ناخد الزبده، غادي نديرها في المقله ونديرها الدوب، ومن بعد غادي نرمي عليها داك البورو ونحك عليها الثومه وندير الربيع ونخليهم كيتشحروا. وغادي نبقى نضيف في المقادير كل حاجه بوحدها تدريجيا كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. دابا غادي نحك داك الريوس ديال الثومه. خليكم مع الفيديو في الطريقه، ولا احتاجت شي حاجه نشرحها لكم على الراس والعين. المهم ها هو الفيديو معاكم كما كتشاهدوا معايا. يعني خليت داك البورو وديك الثومه يتشحروا في ديك الزبيده على خاطرهم، ومن بعد غادي نضيف الربيع حتى هو وغنخليهم يتشحروا مزيان في ديك الزبده، يشربوا ديك الزبده. وعاد غادي نبدا نضيف المقادير الاخرى تدريجيا. المهم غادي البروكولي انا ما سلقتوش، غادي نديرو خضر حقاش هو اصلا دغيا كيطيب، وغادي ندير دوك الطروفه كبار لانه غادي يدوب، ما غاديش يبقى، ما غاديش واخا الا قطعته رقيق غيتعجن اكثر. دونك انا قطعت دوك الريوسه كبار وخليته، ها نتوما غتشوفوا معايا في الاخر غادي يدوب، ما غاديش كاع يبقى يبان. غادي ندير كاع المقادير، درت خيزو ودرت الشامبينيون، وغادي نضيف البروكولي، وغادي ندير الدجاج، وغادي نغطي عليهم بالغطاء يعني بالغلاقه، وغادي نخليهم يهبطوا. ومن بعد عاد نبدا ندير ديك لاصوص طوماط. المهم كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح ليكم، كنحاول نبسط لكم الامور وتكونوا كتفهموني يا ربي. المهم دابا غادي نغطي عليهم، غادي ندير كويس الماء. كنت نورمالمون كندير الماء اللي كنسلق فيه لي بات، ولكن هنا كنت مازال ما درتهمش كيتسلقوا. غادي ندير كاس الماء وغادي نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. هنا كنت كنحاول نشرح لكم على البروكولي، ولكن ولادي كانوا كيغوتوا اضطريت نحيد الصوت كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نضيف دوك الصدر ديال الدجاج، وغادي نسد عليه وغادي نشرد الماء باش نسلق لي بات. خليكم مع الفيديو كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هما داك البروكولي واخا كان كبير كما كتشوفوا راه هبط، مازال غادي يهبط. هنا غادي ندير الماء، غندير فيه وريقه سيدنا موسى والملحه وزويته كما كتعرفوا، راه لي بات كلشي كيعرف يسلقهم. وغادي نرمي ديك سباكيتي، وها هما الاخرين كيطيبوا، غنخليهم حتى يطيبوا باش نضيف ديك لاصوص طوماط. كما كتشاهدوا معايا هنايا في لا فيديو، راه انا مازال ما درت العطريه، يعني خليت غير داكشي كيهبط في ديك الزبده وكاس ديال الماء. دابا غادي ندير الملحه والابزار، وغادي نخليهم مازال يزيدوا يهبطوا شويه، ومن بعد غادي نضيف ديك لاصوص طوماط اللي عندي، وغنخليه ثاني نحرك شويه حتى يدخل فيهم ديك لاصوص طوماط، وعاد نضيف داك الكاس ديال القشده الطاريه ونخليهم كيطيبوا. صافي من بعد غادي نطفي عليهم وغادي نصفي لي بات ديالنا سباكيتي، وهانتوما معانا.
كتشاهدوا معايا هنايا شفتوا داك البروكولي، رغم انني درته خضر ودرته كبير يعني طاب وكيهرى دغيا دغيا كيطيب. المهم غادي نحاول هنايا يعني نخلط لاصوص مع سباكيتي، غادي ندير النص من التحت والنص من الفوق وعاد نحاول نخلط باش تدخل ديك لاصوص في سباكيتي. بعد ما وجدت سباكيتي حاولت دخلت ديك سباكيتي مع لاصوص ديالها وسخنتهم شويه حقاش كانوا بردوا، ومن بعد ضفت الفخوماج باش نقدم لكم الشكل النهائي، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم وشكرا.